ما أكثر. وهنا نشاهد وهنا نشاهد وهنا نشاهد بيلينغهام يحاول تلاعب مرار الدفاع. الكرة بتتحول الآن من جديد مرة أخرى، أسماء جديدة الآن. بالتأكيد عليك اليوم في هذا الكلاسيكو أن تطمئنهم، لكن انظر إلى بيلينغهام تقدم عرّام الكرة تعود إلى بيلي. بيلي وقف، المحاولة مستمرة، الله بيرسل الكرة إلى رود، لكن يريد بالتأكيد، شوف اللقطة شوف اللقطة، يريد أيضا أن يلعب أدوار الرقم 10. شوف هذه اللقطة وهذه اللعبة والكرة، هذا بيلينغهام، واللي كما تحدث أيضا كارد، لكنه بالدي عرضية ليفا رأسية، كوندوغان بينزلها، المتابعة لا تأتي من بدر. الكثير من التأثير في الفترة الماضية على ألقاب ريال مدريد، بيرسل كرة عادت مرة أخرى، كيف ستكون ردة الفعل؟ كيف ليفا عدت بالدي صواب، لكن الكرة بتضيع. يا لها من لقطة، البرسا ماذا يريد؟ هل تريد أن تثر من الريال بخسارة أرسنال؟ الكرة تصري هناك في كاليفورنيا بعد إلغاء مباراة البرسا الأولى، واللي كان من المفترض بأن تكون مع اليوفنتو. تشواميني تشواميني إلى كامافينجا، كامافينجا إلى بيلينغهام، الكرة ما زالت إلى ومحاولة إرسال جاهزية وطمأنينة، وهم يصلون إلى ذروة الكرة بتتحول. هذه القمة تستعيد الكثير من الأسماء، قاعها كانت أسرع من اللازم. الكرة تعود مرة أخرى، بيلينغهام لا شك بأن للرقم 5 إرث كبير وتاريخ كبير. كما فينغا يرسل الكرة في نص الملعب، فيها تمريرة لمصلحة ريال مدريد ومحاولة في الجهة اليمنى، فيها تمريرة عادت بعد ذلك وصلت إلى كامافينجا بين الله الله الله، هذا اللي نقوله، الرقم 5 نعم حق وواجبات، هكذا كان يقوم زيزو. وصلت إلى بيلي، تمريرة إلى كافخال، تعود بعد ذلك إلى بيلينغهام، وصلت إلى فيني. مناسبات، هل ينجح اليوم بيلينغهام؟ بعد ذلك إلى بعد ذلك وصلت من جديد إلى فينيسيوس، لو مر بيرسل الكرة إلى بيلينغهام، لو صواب، لكن الكرة تصطدم. فالفيردي، فالفيردي يتقدم، فالفيردي أقصى اليسار، بيرسل الكرة للآن اللي يقطع الطريق، الكرة تعود خاطئة، لكن بالعرضية لا يوجد هناك من يقابلها. بيلينغهام يطلب الكرة، عدى من الأول، من الثاني، من الثالث، لكن الكرة تصطدم. يريد أن يقوم بالدوري بأكمله، يطلب من الجمهور هنا 80,000 يريدهم. حاول والكرة تصل باتجاه مينتي، عادت بعد ذلك إلى بيلينغهام، يلعب بثقة كبيرة بيلينغهام، الكرة تعود الآن. الكلاسيكو وضغوطاته ومحاولة فرض الأسلوب حتى يستمر هذا الرتم، هذا النسق. شوف الآن الصراع، شوف الاندفاع، فرانكي ديونغ اللي نعم في السنوات الغريبة الماضية فقد بدري، البرسا لا يملك عصا سحرية، لكنه يملك بدري، لكنه يملك بدري. نعم توني كروس، توني كروس بيرسل الكرة في نص الملعب إلى بيلينغهام، بيلينغهام في نص الملعب إلى مودريج الذي يجد حلا في كل كرة يحتفظ أو تصل إليه. بيلينغهام وتغيير الاتجاه، فرعلان من سيكونون أبطال القصة؟ عرضية رأسية في نص الملعب، بيرسل الكرة إلى توني كروس، تعود مرة أخرى حتى ليفاندوفسكي يصل إلى نص الملعب، الكرة بترجع مرة أخرى عالية، هناك هروب لكن أطول من هذه القمة، مستعدة لاحتضان هذا الكلاسيكو، تشعر